مستر سيسي تحيا مصر. In Sisi's visit to the Ukraine has not been at the forefront of the agenda. Rather, Prime Minister Cameron has been focused on what's caused a lot of anger amongst a lot of people opposed to this visit. رغم صعوبة المفاوضات والوضع في منطقة الشرق الأوسط والتعقيدات حول القدرات الروسية، إلا أن تفهم الرئيس المصري بطبيعة الأمور قاد إلى مباحثات بناءة ستساهم في تغيير منطقة الشرق الأوسط وتأمين مداراته. جمال شاهي، تلفزيون دولة الكويت، لندن. عبد الرحمن. سلام عليكم. تحيا مصر. تحيا مصر. Excuse me, we are a media. If he'd like to protest, he should protest outside. He done it. Okay, we're not in Egypt, huh? كل واحد يروح بيته. I am a media. If he needs to protest, he needs to protest outside. الصحافة الوحيدة المحترمة في العالم العربي. يا راجل. So come down, come. Madam, you need to go for the barriers now. تحيا مصر غصب عنك وعن شغلك. مصر فوق. يلا يا عميل. يلا يا حيوان. جزيرة كاليفورنيا. خنزيرة. جزيرة خنزيرة. صوروه صوروه.